جهود كبيرة تبذلها الحكومة للاستعداد بشكل الأمثل لانطلاق الموسم الفلاحي الجديد، خصوصا في مجال توفير عوامل الإنتاج وتنمية السلاسل الإنتاجية. آليات متعددة تعتمدها وزارة الفلاحة لدعم الفلاحين بالتنسيق مع عدد من المؤسسات، وفي مقدمة هذه الآليات توفير بذور ملائمة للخصوصية الجغرافية لكل منطقة. في إطار هذا البرنامج الزراعي، قررت الوزارة اعتماد أصناف جديدة للبذور. اعتماد هذه الأصناف الجديدة يحظى بأهمية قصوى بالنظر لمميزاتها المتعددة التي تمكن من تحسين المردودية. للموسم الثاني على التوالي يستفيد الفلاحون من دعم الحكومة الذي يستهدف عددا من أنواع البذور الجديدة وفي مقدمتها الحبوب. دعم هذا النوع من البذور تم اعتماده في إطار البرنامج الوطني لتشجيع البذر المباشر ويناهز 40% بهدف الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للفلاحين. هنا في المركز الوطني للبحث الزراعي تخضع البذور لكافة الاختبارات اللازمة قبل منحها للفلاحين. هاد الأصناف اللي هي كتحمل الجفاف، يعني يمكن لها تزرع في المناطق الجافة وجب الجافة، وكتعطي مردودية يعني اللي كتحمل الفلاح اللي كيكون بحاجة ماسة للحبوب وحتى التبن. فكاين عندنا الأصناف اللي هي كتميز بالحبوب، وعندنا أصناف اللي كتميز بمزوج كتنحو الحب والتبن. فهذا كيحاول ما أمكن كيخفف من العبء ديال الفلاحين من ناحية يعني جلب الأعلاف للأغنام ديالهم وحتى بالنسبة للاستعمالات اليومية. بفضل البرنامج الوطني لتشجيع البذر المباشر، تمضي الحكومة بثبات نحو وضع نمط جديد للحكامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من أجل التتبع المستمر والمنتظم لتطور سير الموسم الفلاحي. والرهان أن يتعزز هذا العمل بالتعاون المتواصل بين مهني القطاع الفلاحي من أجل التحضير للموسم الفلاحي المقبل وتجاوز الفترة الصعبة المتسمة بالجفاف.